السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا المفصلات، ازاي نعملها حاجة منها، لان مفصلاته بحر كبير وفي اشكال وانواع وحاجات زي كده. انما هي طبعا اغلس حاجة في الدنيا. لما اللي بيصورني دلوقتي حالا يبقى طالب مني ان انا اصلح له حاجة اثرية، الكومودينو ده هوت في مشكلة في المفصلات بتاعته، مفكوكة، وتقريبا ده يعني حاجة مثلا عمرها كتير لانها مدهونة كذا مرة ومدهون فوق المفصلات، وحاجة كده ايه اخر عذاب، وانا ما بحبش بصراحة اصلح حاجة قديمة. ما علينا. اول حاجة اكتشفتها بعد ما فكيت الكلام ده هوت، وهي اكبر مشكلة هتلاقيها، وهي انه زي ما انتوا شايفين الحتة اللي بتتركب هنا دي اساسا مفكوكة. يعني المفكوكة يعني ايه؟ يعني المسمار اللي هنا خلاص من كتر ما يعني شاف الويل. خلينا نفكه كده، بص حال الخالص، ادي كده لو عملنا كده هنلاقي بص الخرم بقى قد ايه. فزي ما احنا شايفين المسمار وسع، ما بقاش يمسك خالص، بيتشال ويتحط وهو المفروض يتلف. فدي اول مشكلة هنصلحها، واعتقد هي دي لو صلحناها الدنيا المفروض تتظبط. اللي انا هعمله اول حاجة، خلينا نعمل كده ونرجع كل حاجة تقريبا زي ما كانت، ونعلم مكان الاخ ده كان فين عشان لما نركبه نعرف نركبه صح. هعلم بس مكان القلم الرصاص كده مكانه، وبعد كده ايه اخلعه خالص بقى عشان اشوف المشكلة دي كان فيها ايه. اول حاجة هنحتاج خوابير زي ده. هي الخوابير دي بتتباع في حتت كتيرة، مش مشكلة. عندي خابور، وهنجيب بنطة زي ده هيت. اهم حاجة بقى في القصة لما اجي اشتغل، تعالوا بقى بصوا من هنا كده عشان انا هخرم، هروح اعمل الحركة دي، شايفين هنا من هنا كده علشان ما يطلعش الناحية التانية، عشان لو طلع الناحية التانية مهما كنت خبير ممكن يفلت منك ويطلع من الناحية التانية. وبربط عليه بالطريقة دي بس كده، هو كده اتربط عشان لما اجي اخرم هنا واوسع له واحط الخابور ما يطلعش من الناحية التانية. وندخلها هنا كده، كده دخلت كويس بالكل اهي. طيب هنعمل ايه بقى في دي؟ بصوا يا جماعه خلينا اشرح لكم حاجه. المناشير العاديه السنون بتاعتها عامله كده، فلو انا حاولت اقصه اللي بيحصل ان انا بعور الخشب. احنا بنجيب حاجه اسمها فلاش منشار زي ده، ده معمول مخصوص، الأسلحة بتاعته مش عاملة كده، الأسلحة بتبقى عاملة كده علشان ما يجرحش جنب الخشب. فكل اللي بعمله باجي من هنا كده وابتدي ايه، ولو انا خايف على حاجة جديدة بروح جاي هنا وحاطط شريط بياض علشان ما اقصوش، وببتدي ايه اقص بالطريقة دي كده. انا خلاص ايه دخلت مكان الخشب، ظبطتها عشان ادخل فيه المسمار من اول وجديد. طيب دلوقتي هنرجعها، احنا عملنا بالقلم الرصاص عشان لما ترجع في نفس المكان بالظبط بعد ما الغيرة يكون نشف. فبنعمل كده هوت، وبندخل المسامير من اول وجديد، وبعد كده نربط عليها بس كده. حلو. نيجي بقى اللي احنا محتاجين نظبطه، بنجيبها زي ما كانت بالظبط ونجيب لها مسمار تاني ونبتدي ايه نشتغل عليه. وبكده هيبقى اتربط، هنقدر نقفل ونظبط اللي تحت ونشوف هيبقى ايه اخبارها عامله ايه. طب يا جماعه
البتاع طبعا مؤقت، اتعمل زي ما انتوا شايفين اتصلح. يفضل طبعا عادة بعد كل فترة، المفصلات دي مش غالية فيا ريت تركب غيرها، لأنه بعد فترة الخرام بتاعتها بتوسع، الحاجة زي كده ما بتبقاش زي يعني زي الأول. هي اتركبت كده مؤقت لأنه أنا مش عارف هيتعمل إيه بالكومنديل، وده عايز يتدهن وعايز يتظبط لسه. أنا بشكركم وأتمنى ما أكونش طولت عليكم، ودي حاجة صغيرة كده. أهم حاجة يعني اللي إحنا استفدنا بيه هي موضوع إن أنت تقص الخبور وتحطه عشان المسامير الواسعة. يلا اشوفكم المرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.